السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم جمال سالم من جي سالم ديزاينز، وأهلا بكم في حلقة جديدة. النهاردة حلقة سريعة عن تعديل على اللوجو. اللوجو ده كان عمله عبد الرحمن خيري. عبد الرحمن ده شغل جميل جدا 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 جدا، ولكن وجدت ان دي فرصة ان انا ممكن من خلال عبد الرحمن اقدر اساعد الناس المبتدئة واللي بيصمموا اللوجوهات وكده. في بعض الاخطاء البسيطة جدا 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 جدا، بس هنحاول نعدلها او اشرح ليكم او لعبد الرحمن. اتمنى الموضوع يكون يتاخد كنقد بناء، مش ان انا بدمر شغلك وكده، بس دي نصايح فاتمنى تاخدها بصدر رحب. مبدئيا الشغل زي ما قلت جميل جدا جدا وبرافو عليك، استمر، جميل جدا بصراحة. فان شاء الله انا ما اخد الفرصة دي او اخدت الفرصة دي بحيث ان انا بس في شوية حاجات عاوز اذكرها ليكم كلكم، فيمكن حد يستفاد من التعليقات اللي هقولها دي، حتى انت عبد الرحمن. فيلا بينا نبدأ. اول حاجة عاوز اذكرها هنا بسرعة، اللوجو هنا طبعا ده تقريبا لوجو شخصي لعبد الرحمن، وزي ما قلت شغل جميل جدا وبرافو عليك. الحاجات اللي انا كنت عاوز اتكلم فيها ان هو خلينا اجيب البراش بحيث ان انا شايفين انا بتكلم في ايه. اول حاجه او اول كام حاجه عاوز اتكلم فيهم بالنسبه للوجو هنا، الحاجات اللي فيها مشكله او مشاكل بسيطه تراعي المشاكل دي لو انت بتعمل لوجو لحد او حتى لوجو شخص ليك. اللوجو مبدئيا كله لما تبص عليه كده بنظره واحده تقول ده لوجو كويس جدا وجميل وما شاء الله وكده يعني. ولكن لو انت مصمم او حد محترف او عينك متمرنه على الديزاين والحاجات دي كلها، هتلاقي في بعض الاخطاء البسيطه مش هتكون واضحه للشخص العادي. اقصد ايه باخطاء؟ اخطاء زي ايه مثلا؟ عندي اول حاجه المسافه هنا، لو انت هتعمل كات او مسافات ما بين الحروف والحاجات دي او اللوجو عندك، فالمسافه هنا في الجزء ده مش نفس المسافه دي، فدي اول حاجه رقم واحد. فانت لو ما تيجي تعمل لوجو، لو هتعمل تقطيع في اللوجو او جابز او مسافات او حاجات من دي، راعي ان يكون في المسافات نفس المسافات، لان ده بيعمل حاجه اسمها اوف بالانس، بيكون اللوجو مش مظبوط. فدي اول ملاحظه، تعدل الجزء ده، يا اما تخلي المسافه هنا نفس المسافه هنا او العكس، فده شيء يرجع لك، ولكن خلي المسافات تكون متناسقه. الحاجه الثانيه برضو لاحظتها ان الانجل او الزاويه بتاعه الجزء ده هنا مش نفس الزاويه هنا. بمعنى ايه دلوقتي؟ انا لو جبت عندي مثلا اللاين تول وعملت حاولت اعمل مثلا امشي فوق الخط ده تقريبا كان 20 او 23 حاجه كده، 23 ده السمك بتاع اللاين دوت. فانا لو خدت نسخه من ده من اللاين دوت، لو ضغطت على اوبشن اسحب، لاحظ معايا مش نفس المستوى. يعني عندي ده دلوقتي الزاويه بتاعه الجزء ده مش نفس الزاويه دي. فده بيعمل زي موضوع خلل في اللوجو، اللوجو ما بيبقاش متناسق او متوازن، ففي مشكله هنا. فانت رايي ان انت لو تخلي تعدل الجزء ده، تخلي الجزء اللي هنا اقصد الجزء اللي هو دوت يكون بنفس الزاويه دي، بحيث ان يكون اللوجو عندك متناسق شويه. والحاجه الثالثه اللي انا لاحظتها برده كان برده موضوع اللي هو الزوايا والحاجات دي، خليني اخلي ده زي ما هو هنا كده عشان نبقى احنا شايفين نفس الموضوع. عندي الزاويه دي مش نفس الزاويه دي. انا كمان مره ثانيه لو جبت اللاين هير وعملت خط هنا كده، اخذت نسخه من الخط ده على نفس المستوى، لاحظ معايا مش نفس الموضوع بالظبط. فدي كانت شويه ملاحظات بسيطه جدا زي ما قلت، ارجع عليهم بسرعه معاكم. اول حاجه كان عندنا في المسافه هنا مش نفس المسافه مش نفس المسافه دي، الزاويه دي مش نفس الزاويه دي، لازم يكونوا نفس الزوايا. ونفس الموضوع عندي الزاويتين دول لازم يكونوا بنفس الدرجه على نفس المحاذاه او نفس الموازاه. الحاجه الاخيره خالص بالنسبه للوجو هنا، لو انت الاسم عندك هنا، طبعا ده فكره لذيذه وجميله جدا انك تحط الاسم تحت هنا، ولكن كنت افضل انك تخلي الاسم يكون جاي من البدايه هنا وينتهي هنا، يكون من بدايه اللوجو لنهايه اللوجو، بحيث ان انت تكون عامل الموضوع كله يكون ملموم، يعني يكون كل حاجه بنفس في نفس الموضوع. لو انت كنت هتاخد الباث ده تخلي اللوجو مثلا اسم يكون في المنتصف هنا، اعتقد لوجو كبير، ولكن ده كويس جدا، انا عجباني الفكره، فكره جميله جدا، ولكن بس خلي الاسم يكون من هنا لهنا. اتمنى يكون الحاجات اللي انا وضحتها دي تكون مفيده ليك يا عبد الرحمن او اي حد بيتابعنا. حاجه اخيره حابب ان انا اذكرها قبل ما انهي موضوع التعليق على اللوجو دوت، لو انت شايف ان الجزء ده او الفتحه دي مش هتديك غرض في اللوجو بتاعك، اعتقد لا داعي ليها لو انت شايف ان لها سبب خليها. ولكن انت لما عملت دوت هنا ادى ايحاء ان في اول حاجه هنا عندك في تشيك مارك علامه صح في النص كده، والحاجه الثانيه في عندك كمان حرف ام في النص هنا، فدول اعتقد ما لهمش علاقه باللوجو. انت عندك عبد الرحمن اي كي اول حرف من اسمك، وكي من الاسم الاخير والاسم الثاني، فاي وكي التركيز يكون موجود على الحرفين دول بس مش حاجه ثانيه. فدلوقتي انت مش عاوز تظهر موضوع التشيك دوت او تظهر ان في زي ام او حاجات من دي حاجات بس خليها في بالك لو انت بتعمل لوجو مره ثانيه او حاجات من دي. بص على اللوجو بنظره مختلفه شويه من زواياك. فلو حبينا نعمل اللوجو دوت مثلا مع عبد الرحمن بسرعه، انا هعمله نفس، عاجبني اللوجو جدا زي ما انا ذكرت، يعني شغل جميل ما شاء الله عليك، وكمل هعمل نفس اللوجو بتاع عبد الرحمن بسرعه كده معاكم. هحاول بس امشي اعمل تريس فوق الحاجات اللي هو عملها، اخد ده واخلي ده مثلا
23 23 اللون ده مش مشكله، اخد نسخه من ده على طول واجي على الجزء ده هنا كده ملاحظين معايا مش نفس المستوى، فانا هحاول اخليه هنا كده، فدول دلوقتي بقى نفس المحاذاه. وبعدين عندي هاخد كمان اعمل لاين هنا، اجيب اللاين تول واعمل لاين هنا بالتقريب، يعني انا مش هضيع وقت في الموضوع، انا بس بشرح الفكره. وبعدين عندي كمان خط هنا في الموضوع دوت، وبعدين عندي الجزئين الاخرين اللي هم تحت، فانا هبدا ان انا اجي اعمل كده اللاين ده، هننظف الكلام ده بعدين. وبعدين اجي كمان اعمل لاين، بلاش ناخد نسخه من دوت عشان يكون نتاكد ان هم بنفس المحاذاه او بنفس المستوى، اخد نسخه كده. دلوقتي احنا دلوقتي عملنا تريس، يعني شايفين اللوجو بتاع عبد الرحمن بس زوايا شويه مظبوطه، فتلاحظ ان في الاختلاف اللي تحت. فاتمنى عبد الرحمن دي حاجه فيها مفيده ليك، واتمنى تكون تاخد دوت او تعلق بصدر رحب. الهدف هنا ان احنا نتعلم ونستفاد. يعني انا لو خدت اللوجو ده عندي كده على جنب هنا، عندي على جزء على جنب هنا كده، وابدا ان انا اعمل اوت لاين ستروك بحيث ان انا انضف ده بسرعه. اوبجكت Path Outline Stroke، اديني الشكل ده. انا اجيب بس الجايد كوماند R جايد، انا بعمل اي شغلة سريعة بس بحاول اقلد اللوجو بتاع عبد الرحمن، ف حاجة زي كده مثلا، وابدا ان انا اقص زيادات للفوق دي اللي انا مش محتاجها، اجيب ده كده ومستطيل تحت هنا. تمام، قبل ما اكمل اللوجو مستطيل انا عاوز اخلي الحاجات دي كلها تكون تحت شوية، وبعدين اعمل سيلكشن على كل حاجه وابدا اشيل الزيادات اللي انا مش محتاجها. اعلم على الشيب بيلدر تول واضغط على اوبشن او الت، يديني علامه الماينس وابدا ان انا اسحب، مش محتاج كل الكلام اللي فوق ده ومش محتاج كل الكلام اللي تحت ده، وابدا اشيل الكلام اللي هنا عندي. تمام، فعندي الشكل دوت دلوقتي، انا هقوم جاي مختار اعلم على كل الشكل دوت، واجي على الشيب بيلدر تول او عفوا باث فايندر تول واضغط على ميرج، عمال يمرج كل حاجه زي ما احنا شايفين. انا بس شغال بسرعه بحيث اشرح الفكره. عبد الرحمن او حضراتكم وانتم بتستخدموا الموضوع ده او بتعملوا اللوجو بتاخد وقتك انت وتظبط الامور، انا بس بشرح الفكره مش اكتر. طيب كلام جميل جدا، خلصنا من الموضوع دوت، اعمل ايه تاني بعد كده؟ نعمل موضوع الشاد والحاجات اللي عبد الرحمن عملها هنا دي في اللوجو عنده. الموضوع بكل بساطه لو انت جيت حتى البين تول وبدات انت تعمل هنا هنا، اعمل حاجه زي كده او الشكل ده، انا هعمل واحده وبعد كده الباقي انتم ممكن الفكره وصلت. عندي حاجه زي كده، وبعدين اجي على الكولرز او الجريدين عندي واختار الجريدين دي، بعدين اعكس الجريدين دي من فوق لتحت، وبعدين اختار اللون، اي لون بقى عندي، ممكن تختار اللون الاسود مفيش مشكله. وعايز تظبط الجريدين عندك تيجي على الجريدين هنا جريدين تول، وبتبدا ان انت تظبط تشوف انت عاوز تعمل ايه بالظبط. انا هاجي على الجريدين دي اقوم جاي انا مثلا عامل دي اوباسيتي 0 وغير اللون، انا شغال بلون برتقاني او احمر مش عارف، فانت بتشتغل بلون واحد اللي يريحك. وبعدين هاجي اختار اللون مثلا حاجه اغمق شويه من اللون دوت، واقدر ان انا اغمقها اكتر لو عاوز من هنا مفيش مشكله، حاجه زي كده. فبيديك الشكل ده اللي هو الظل دوت. فطبعا كان في لوجو عبد الرحمن كان عمل ظل هنا وظل هنا وهنا وهنا هنا، فنفس الفكره بالظبط، بتاخد نفس الطريقه. انا بس مش هضيع وقت انا اعمل كل ده تاني، فانا لو اخدت كوبي من دوت حطيت النسخه دي مثلا هنا وبعدين استال فوق، وابدا ان انا اعدل بس كده. لو جبت دي هنا وجيت ان انا عملت حاجه زي كده، حاجه هنا يعني حاجه زي كده تقريبا، طبعا لسه في تعديل هنا عاوز يخلص من الموضوع هنا، حاجه عندي هنا بسيطه. لو انا اخترت دول شيفت اختار الاثنين مع بعض، دي الفكره بكل بساطه، وبتبدا تكمل الموضوع عندك بنفس الطريقه دي. الحاجه اللي انا كنت ذكرتها او الحاجه اللي كانت مهمه جدا موضوع المسافات اللي هنا، طبعا انت لو عايز تعمل مسافه بتعلم على الاثنين دول. لو انا علمت على الاشكال دي هنا كده وبعدين بالاسهم عندي حركت مثلا، انا مبسوط مع المسافه دي ومحتاج ان انا اعمل كات هنا بنفس المسافه دي، الموضوع بسيط جدا. لو جبت جايد عملت جايد هنا، بعدين عملت جايد هنا، حاجه زي كده، ففي عندك مسافه هنا دلوقتي. انا لو جيت اخدت اللاين عندي اللاين تول وغير اللي عندي الفيل اخليه نان، واجي على الستروك اعمل حاجه مثلا بلاك بحيث ان انا اشوفها، وبعدين اجي هم جاي اعمل مثلا خط طويل هنا كده، واعمل خط كمان في الجزء الثاني خطين كده بالظبط. وبعدين انا عاوز الخطين دول احركهم عندي على جنب كده لان محتاج دول مع بعض، وابدا ان انا اعمل روتيشن
على نفس الزاوية اللي عندي. أنا عندي دلوقتي هنا، لو أنا جيت هنا هما تقريبا على نفس الزاوية. لو حاسس إن هما مش مظبوطين أوي، بتبدأ تظبط أمورك أنت بالنسبة للزوايا. لو جبت روتيت تول، عملت، لو أنا عاوز أخلي النقطة تكون هنا، أحرك الشكل عندي تحت شوية. أنا في عندي الأنكر بوينت حطيته هنا، فأنا لو حركت هيبدأ إن هو عندي الشكل يتحرك من جزء واحد بس، تلاقي الجزء اللي فوق هنا مش هيتحرك كتير. فأنا لو جبت الأنكر بوينت عندي، ضغطت ضغطة هنا اللي هي العلامة الحمراء دي، مش عارف انتوا شايفينها ولا ايه، العلامة الحمراء دي كده دلوقتي. فأنا لو عملت كده وبدأت إن أنا أزود أو أحرك عندي الجزء ده، هيتحرك من جزء واحد بس. خلاص الهدف ده كله أنا عاوز أعمل بس جايد. لو ضغطت على كنترول أو كوماند إف، عمل لك جايد نفس الجايد اللي عندك ده. فدول ما فيش سيلكشن دلوقتي، ما تعرفش تعمل لهم سيلكشن او اي حاجه، بقى نفس الجايد اللي فوق دي. لو ضغطت على الكوماند او كنترول سيمي كولم، هي كده بتخفيهم او بترجع الجايد تاني. اللي هو لو جيت على فيو جايد هايد جايد، لو عملت كده، لو جيت تاني على فيوز جايد شو جايد، ده بدون الاختصار. فالفكره دلوقتي بقى عندي في جايد هنا، فانا لو عايز اعمل كات، طبعا هنا في مسافات بسيطه، طبعا زي ما قلت تاخد وقتك انت وتظبط الكلام دوت. ولكن لو عاوز اعمل الكت او القطع اللي هنا اللي كان عبد الرحمن عمله، اقدر اعمل ده بكل سهوله. لو انا جيت اخترت الشكل ده وجيت عندي في السيزر، لو اخترت السيزر او اخترت حتى النايف او حاجه زي كده، اقدر اعمل فصلات ما بين الشكل. بس انا مش عاوز اعمل كده، انا ممكن اختار بكل بساطه عندي بين تول وابدا ان انا اعمل الشكل ده هنا كده. امشي بس فوق الجايد عندي واقفل الشكل دوت مره تانية. لو جبت الشيب بيلدر تول ضغطت على ماينس، بوم، الموضوع انتهى معايا. حاجة زي كده، زي ما قلت في حاجات محتاجة تعديل، بتكمل انت موضوع الشادو والحاجات دي من هنا. اخر حاجة كان هو اسم عبد الرحمن، عندنا الاسم مثلا، اختار اي فونت عندك او حاجة زي كده. فالهدف، او انا كنت بقول لعبد الرحمن ابدأ عندك من الجزء ده. لو جبت مثلا جايد، حاول تعود نفسك تشتغل دايما بجايد بحيث تبقى انت عندك الموضوع مظبوط بالظبط. وهجيب جايد كمان على نهاية اللوجو هنا، وابدا احرك عندي حرف الاي من هنا، وهعمل سبريد او توزيع للحروف دي كلها على او اكروس اللوجو، يعني على حجم اللوجو كله. فهعمل دوت بالاختصار ازاي؟ طبعا تقدر تعمل دوت لو انت جيت على الكاركتر تول وبتبدا ان انت تعمل الموضوع من هنا عندك، زي ما قلنا في اللي هو التراكنج، تبدا تزود. حاليا هي على صفر، لكن في الاختصار او الشورت كات اوبشن او الت شيفت والسهم اليمين، هيبدا ان هو يزود لك واحدة واحدة، أو ده إنك تضغط على السهم هيعمل لك سبريد للاسم كله على الجزء اللي أنت شايفه. مرة تانية هنا الجايد عندي مش مظبوط بالظبط، تبدأ تظبط الجايد حاجة زي كده تقريبا، أقفل الجايد. فدي الفكرة بكل بساطة. هتلاقي عندك اللوجو شوية شكله بقى أكتر مظبوط، أو الزوايا بتاعته مظبوطة، والمسافات عندك اللي هي هنا نفس المسافة هنا. أعتقد إن دوت كان فيه حاجة مفيدة ليكم النهاردة. يا رب ما أكونش كنت تقيل عليكم أو على عبد الرحمن. شكرا على المتابعة، كان معاكم جمال سالم، عيشة تفاؤل، وأشوفكم الحلقة الجاية في أمان الله، مع السلامة.